مطروح، ومتاكده ان كنتوا بتسمعوا لان عارفه ان كنتوا نشطين وبتتابعوا هذا الامر. الشباب في الجامعات لديهم تحفظات كبيره للغايه على اداره المشهد، على استخدام الخيار الامني، على التعدي على الحريات، حتى ان الاستاذ هيكل نفسه قال اي رئيس سيواجه المعضله الكبرى طبعا. الامن والحريه، لان بصراحه شديده احنا لسه ما بقيناش مجتمع ديمقراطي ومتطور قادر على تحقيق الامن دون المساس بالحريه. انتم تواجهون تحدي في هذه المساله، انتم تحديدا حمله المشروع في شعره قليله جدا بين الحد الفاصل بين الامن والحريه، ويمكن اكتر رئيس هيقدر ينجح هو اللي هيقدر ان يوفق ما بين الامرين، ما بين وجود امن متمكن من تامين كل الاراضي المصريه وكل الطرق والناس تمشي بامان، وما بين عدم الاعتداء على الحريات. بالظبط. في ضمانة كبرى هي الدستور، والناس دايما بتبص للدستور بانه مش موجود، في ناس كتير شايفه ان الدستور مش موجود فبيقعدوا يتكلموا على حريات بعد كده هيتم القمع بيها ورجوع للخلف ورئيس هيأبت في الحكم، وكأن الدستور ده اللي هو كان معركة أساسية لينا، ويمكن العثرات اللي حصلت في 25 يناير وصلتنا ل 30 يونيو هو اللي حصل انه الدستور.